الاتصالات جزء أساسي من حياتنا. مع طلوع شمس يوم جديد لنتواصل مع أحبائنا في كل مكان خلال رحلة تعلمنا، في مناسباتنا مع الأصدقاء أو لاكتشاف العالم من حولنا. جميعاً نتواصل بطرق مختلفة، قد يكون عن طريق الراديو أو من خلال البريد أو عبر الإنترنت. ومع تزايد تأثير التكنولوجيا على حياتنا، فإن طريقة تواصلنا في تغير مستمر. مهمتنا هي ضمان وجود قطاع اتصالات مزدهر يعمل فيه مقدمو الخدمات بشكل عادل، مع توفير مجموعة واسعة من الخدمات للمستهلكين. رؤية الهيئة هو تأكيد على وجود مجتمع متصل قادر على التواصل مع الآخرين وتوفير خدمات ذكية لجميع المقيمين والمواطنين من دولة قطر. منذ عام 2014 تعمل الهيئة على تعزيز الابتكار وتكنولوجيا الاتصالات في قطر من خلال تنظيم فاعل لقطاع الاتصالات يساعد على إنماء المنافسة، وهي تؤمن ذلك عبر وضع السياسات واللوائح التنظيمية وتحديد معايير جودة الخدمة والحد من الممارسات غير التنافسية للمساهمة في توفير الأدوات والتقنيات الحديثة للشركات والأفراد. الهيئة تقدم عدد من الخدمات سواء للجمهور أو للشركات. تشكل أو تمحور هالخدمات عن إصدار عدد من التراخيص واللي توجب التنظيم كذلك، بالإضافة لإدارة الموارد النادرة الخاصة بعدد من القطاعات، ولازم أن ننسق عليها على أساس نتأكد أن الموارد هاي تكفي احتياجات الجميع. بالإضافة لهالخدمات نوفر خدمات ثانية مثل خدمات لحماية المستهلك وحل الخلافات القائمة والنزاعات بين المشغلين المرخصين أو المشغلين المرخصين وجهات أخرى. استطاعت الهيئة تغيير قطاع الاتصالات في قطر في بضع سنوات فقط، وهذه مجرد البداية. تسعى الهيئة باستمرار إلى تبني حلول فعالة تساهم في تطوير الوصول إلى الوسائط الرقمية وتطوير خدمات البريد وتنمية المنافسة المستدامة في سوق اتصالات عادل. دور الهيئة في خدمة المجتمع وخدمة الدولة دور مهم، وإذا نظرنا للخدمات التي تنظمها الهيئة هي خدمات تلامس كل فرد في الدولة وتلامس كل قطاع اقتصادي موجود ولا يمكن الاستغناء عنها. الحمد لله اليوم قطر تعد من مصاف الدول في بنية تحتية حديثة متوفرة ومتاحة بشكل كبير في قطر. تؤمن هيئة تنظيم الاتصالات بأن التخطيط الجيد والحوار المفتوح يؤديان إلى مستقبل مشرق. هيئة تنظيم الاتصالات، نجعل الاتصالات تعمل من أجلك.